السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية بطاطس في الفرن وهنعمل صينية رز، بس هنبدأ الاول بصينية البطاطس. عندي محضرة البطاطس وعاملة الصلصة طماطم ومخرطة بصلتين وقرنشيطة وفصين ثوم، وده الفراخ معانا. ماشي، يلا تعالوا معايا ايه نعمل الفراخ. بصي يا حبايبي، حطينا حتة سمنة على الصينية اللي هنعمل فيها البطاطس بالفراخ، عشان نديها صدمة قبل ما نحط ايه البطاطس عليه. حبيبي هنسيب بقى ايه، هنسيبهم شويه كده عشان عاوزين يدينا صدمة. هننزل عليهم بقى بشعر فلفلات، شعر الكمون، شعر الشطة، ليمون، لون. هنسيبهم بقى كده عليهم. هنخرط البصل طرنشات في شرنا بيه في حتة صغيرة، وانا نفسي هنسيبها بس شوية كده تاخد الصدمة بتاعتها. يا حبيبي عمالين نقلب فيها عشان اديلها الصدمة بتاعتها. حطينا البصل، حطينا الفلفل، حطينا شعر الكمون، ومعايا قرنين شطة هننزلهم كده نخرطهم ننزل عليها كده. حبايبي البصلة بتنزل معايا ازاي، بنقلبها كل شوية بس عشان ما تلزقش، لان انا لسه ما حطيتش الطماطم بتاعتي، بس بنديلها الصدمة بتاعتها الأول في البصل والفلفل. بصي يا حبيبي معانا فصين توم كده صغيرين نخرطهم كده، بتدي طعم جميل أوي. حبيبي بقى هننزل عليها بكمية البطاطس بتاعتنا.
بصي يا حبايبي بقى، بعد ما خلصنا الصدمه بتاعتها وحطينا البطاطس، معايا كميه الطماطم ديت، حط عليها شويه زيت وشعره فلفل اسمر والملح بتاعها وشعره كمون بصل، وننزل عليها بقى كده. بصي يا حبايبي بقى، هظبط الصينيه ونرجع مع بعض تاني. بصي يا حبايبي بقى، ده كده ادينا لها الصدمه على البوتاجاز وهنطفى عليها، وحطيت لها الطماطم بتاعتها والحاجه. طبعا انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، هندخلها في الفرن وتعالوا معايا بقى ايه نعمل. بصي بقى يا حبايبي، معانا اللبن، معانا الزبده، ده علبه زبادي، ودي سمنه جنه، ومعايا الرز اللي نقعه بقى له ساعه عشان يبقى كويس وما يطلعش حبه نايين وحبه مستويه، نعوم قبلها بساعه وبعد كده نروح عاملينه. ده طريقه الرز ان شاء الله. تعالوا بقى معايا نصفي الرز ونعمل السلطه. الرز تمام. بصي يا حبايبي بقى، صفينا الرز، هنحط كده نرشرش الملح بتاعنا. انا بحب، في ناس بتحط الملح مع اللبن، انا بحب احطه مع الرز كده. كده ايه، حطيت الملح بتاعنا وهنحط السمنه. دي سمنه عاديه، سمنه جنه. ومعانا زبده حطينا اهوت منها. بصي يا حبايبي، قلب بقى فيها، انا بحب اقلبه كده السمنه كده. هي بصراحه انا بحب اعمل الرز بالطريقه دي، اكيد يعني في ناس تانية او انتوا بتعملوها بطريقه تانية، بس بصراحه بيبقى طعمه جميل قوي، وبتبقى بقى الحبات الرز شبعانه من السمنه والزبده والملح، حطيت كل حاجه فيه. ولما تحبوا تعملوا صينيه الرز المعمر يا ريت اللبن تجيبوه قبلها بيوم. انا بصراحه ما عنديش قشطه، الثلاجه ما لقيتش القشطه، بس بص اللبن بتاعي عشان جايباه من امبارح وغالياه. شوف القشطه بتاعته، شوف شوفوا القشطه. بس يا حبايبي دي ايه، عشان يا ريت يعني اللبن بتحبوا تجيبوه، تجيبوه من بالليل لو هتعملوا رز معمر تغلوه وتسيبوه، هو بيطلع قشطه منه. بس لو كان عندي قشطه كنت حطيت له بره. ده حطيت له سمنه وزبده، وننزل عليهم بقى ان شاء الله كده باللبن. بصي يا حبايبي الايدام بقى طلع ازاي، ثواني كده شوفوا السمرة دي. الرز عامل ازاي معانا، هنحط برضو ايه كمية اللبن اللي معانا كده، اللي في الجنب ده قشطة من اللبن. اهوت حبايبي، هما يدوبك، انا حاطة 2 كيلو رز عليهم 2 كيلو لبن يعني، وكان عندي نص كيلو كمان حطيته، يعني اقول 2.5 لبن اهو يا حبايبي. كده الرز بتاعنا بقى كويس ازاي، نشوف الملح بس بتاعه. الملح مظبوط، بس هنحط شويه كمان. هنقلبه بقى تقليبه. بصي يا حبايبي البطاطس، ده عند الرز بقى، بس هو بصوا نار، شوف الوش بتاعه عامل ازاي. يلا مفيش بقى لايك بقى، مفيش لايك واشتراك في القناه يا حبايبي. شوفوا الرز عامل ازاي والفلفل ازاي. بس يا حبايبي شوف الوش بتاعه عامل ازاي.
بصي يا حبايبي، طعمه يجنن، جميل. يلا بألف هنا على اللي هي. ايه رأيكم بقى؟ بصي يا حبايبي، ولا لازق ولا اي حاجة، والرز المفلفل قدام منكم اهو. يلا بقى لايك واشتراك في القناة. يلا مع ألف سلامة. سلام عليكم.